ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. تمرين تصويب، منطقة وسطى، منطقتين جزاء، لاعبين على شكل مجاميع، فاتجاه الحركة تتم بناء على الكرة الأولى اللي يلعبها المدرب. فالكرة الأولى إذا لعب المدرب إلى واحد، المصوب راح يكون اللي خلف المدرب ثلاثة على الهدف اللي قريب على ثلاثة. وإذا المدرب لعب الكرة إلى ثلاثة، المصوب راح يكون اللي خلف المدرب. منو خلف المدرب؟ واحد. إذا بالجهة الأخرى المدرب لعب إلى اللاعب اثنين، المصوب راح يكون أربعة على الهدف القريب الأربعة، وهكذا. المدرب إذا لعب الأربعة، المصوب راح يكون اثنين، والتصويب على الهدف البعيد أو اللي جنب اثنين. دائما التصويب يكون على الهدف القريب اللي يخرج منه المصوب. فثلاثة الآن راح يصوب لأنه هو خلف المدرب، باعتبار المدرب لعب لي واحد، وهكذا يؤخذ هذا التنظيم بالاعتبار. فالمدرب يلعب إلى واحد، تصير حركة تغيير نقطة الهجوم. احنا تقريبا في نقطة هجوم الآن، لأن قريبين على منطقة الجزاء. فثلاثة يقدم سناد إلى واحد بالوان توتش، يهيئ إلى أربعة، أربعة يهاجم الكرة، يهيئ إلى اثنين، اثنين يهاجم الكرة ويهيئها للاعب رقم ثلاثة أمام الهدف. ثلاثة يهاجم الكرة ويسجل، وكل لاعب يرجع مكانه وخلف مجموعته، فيكون الأربعة الأول أدى واجبهم. بعدين أنا أريد مباشرة المدرب الثاني يلعب الكرة لاثنين، أو يلعب الكرة إلى أربعة. وإذا لعب الكرة إلى اثنين أحسن، فاثنين يهاجم الكرة، المن يلعبها؟ يلعبها إلى أربعة، أربعة إلى واحد، واحد إلى ثلاثة، ثلاثة يهيئ الكرة أمام الهدف. من يهاجمها؟ قلنا اللاعب اللي خلف المدرب. المدرب لعب إلى اثنين، من راح يهاجم الكرة؟ راح يهاجم الكرة بالتأكيد أربعة. زين، وهكذا تسير الأمور. فإذا المدرب لعب الكرة إلى ثلاثة، من راح يهاجم الكرة؟ واحد. على أهداف الهدف القريب على واحد، يعني يخرج من منطقة الجزاء مال واحد ويبني اللعب ويرجع يهاجم الكرة اللي راح يهيئها إلى اللاعب أربعة، وهكذا الدور الدائرة. فلو نأخذ مثال الآن يعني على هذا الوضعية، تشوفه من التمارين المهمة وما بحركة لاعبين بتبادل مراكز أبدا. كل لاعب يؤدي دورة، أي دورة من الأدوار، يرجع مكانه خلف مجموعته أو مكانه، وهكذا يدار اللاعبين على ما يعرف بالمراكز. هذا التمرين أصله أسس كتدريب تخصصي، وكانوا يشتغلون به يعني ست لاعبين اللي هم 10 و11 و9 و7 و8 و6. ست لاعبين يشتغلون، ضفنا لهم اثنين وثلاثة واشتغلنا عليهم فترة جيدة وتكرار جيد، وركزنا على سرعة تبادل الكرة، لأن تغيير نقطة الهجوم تحتاج إلى سرعة. لماذا تحتاج إلى سرعة؟ لأن أنا من أغير الآن أمامك نقطة الهجوم من اليسار إلى اليمين، بالحقيقة يعني البناء اللي تم من نقطة اليسار، شوف المدرب إلى واحد، هاي جهة يسار بالنسبة للهدف اللي راح نصوب عليه، هذا معناه أنه يعني معناه أنه التركيز الدفاعي يكون على الجهة اللي بيها الكرة. فإحنا بدنا نغير للجهة اللي التركيز الدفاعي بيها قليل، فشي يصير الواجب الرئيسي للفريق أن يلعب بالوان تاتش، وان تاتش، وان تاتش، وكله وان تاتش. زين، ويكون هناك ضبط للحركات، ومن المنطقة يعني مزيد عن 40 في 40 هذه، فيكون
وزن الكرة يسموه وزن الكرة، وزن تبادل الكرة جيد، وما يكون هناك لعب لما يعرف للعب الشخصي للرجلين، يعني أربعة ما يصير يبقى مكانه ويستلم من اللاعب رقم ثلاثة، ونفس الشيء اثنين لا يجوز أن يكون في مكانه داخل منطقة الجزاء هاي ويستلم الكرة ويهيئ، لا يجب أن تلعب الكرة للفراغات، يجب أن تهاجم بالفراغات، وتمرين بحياة بنوع من أنواع ما يعرف به الطاقة الجيدة، يعني الطاقة الجيدة 100% بين شنو معنى الطاقة الجيدة في كرة القدم، أنه أنا أريد أشتغل اليوم على هذا الموضوع التصويب، لكن أنا همي الكبير هو أن أخلق هاي فرص التصويب مما يعرف بلعب الكرة يعني لعب الكرة للفراغ، اللعب كله للفراغات وبسرعة عالية، أنا يعني أنا أتابع الرسم وأتكلم، هذه تمارين جيدة جدا جدا جدا، فتريد تعملها عمومية أعملها عمومية، تريد تعملها خاصة أعملها خاصة، فهاي التمارين يعني خلي بالاعتبارات المسافات، يعني أنا لما أشتغل ويا 6 لاعبين أقلل المسافة الوسطية بين منطقة الجزاء، أقللها وأخليها 30 يارد مثلا في 30 يارد، 25 يارد في 25 يارد، لكن لما عندي عدد أكثر يعني أسوي تدريب عام أكبر المسافة، لماذا؟ عشان تصير نسبة العمل للراحة جيدة، فأنا أريد الفريق كله يدرب، دربهم على هذا الموضوع، قسمهم على مجاميع واشتغلوا وياهم، والمفتاح الرئيسي للحركة هم المدربين، لأن يعني المدرب إذا لعب الاثنين معناه 4 راح يصوب على هدف، على الهدف القريب على 2، زين على هدف القريب إلى 4، لأن 4 يعني 2 راح يدون مثل ما 1 و3 بدوا، إذا واحد إذا المدرب ذاك لعب 3 معناه يصوب رقم 1 على هدف يصوب للهدف القريب اللي خرج منه اللاعب 1، لاحظ الآن اللاعب 3 منين خرج من الهدف القريب عليه، وبنى اللعب واستدارت الكرة دورة كاملة ورجعت أمام الهدف نفسه المتحرك منه رقم 3، فدائما دائما خلي في البال أنه من يصوب هو اللاعب، أول لاعب يبني مع اللاعب اللي استلم الكرة، فإذا أول لاعب يبني مع اللاعب اللي استلم الكرة هو اللاعب رقم 4، هكذا يدار التمرين. شكرا جزيلا.